طبعا تحية لكم والمشاهدين الكرام. للأسف الشديد طبعا الخطة الصينية أعتقد حظوظها قليلة جدا من النجاح، لأن الخطة الصينية لا تتضمن أي تفاصيل دقيقة يمكن أن تؤخذ. فإذا رأينا إلى بنودها المكونة من 12 بندا كلها تعتبر بنود ضبابية، فمثلا عندما يكون بند وهو احترام سيادة جميع الدول دون الإشارة، احترام السيادة على أي أساس؟ أساس القانون الدولي أم الأمر الواقع؟ فمثلا روسيا تعتبر أجزاء من أراضي أوكرانيا ضمتها تعتبرها لها، في المنطق الروسي هذه لها، أما الحقيقة والواقع أرض أوكرانية. كذلك موضوع طبعا إيقاف الحرب، إيقاف الحرب من الذي يعتدي؟ هي روسيا على أوكرانيا. وكذلك موضوع السلاح النووي، نعلم بأن روسيا هي صاحب السلاح النووي وليس أوكرانيا، في حين نرى أن كل البنود موجهة بشكل عام وبشكل ضبابي إلى الطرفين، في حين هي طبعا أعتقد بأنها خطة صينية ربما يعني تهدف إلى أمر من اثنان، إما هي محاولة لإنقاذ بوتين من هذه الحرب الذي زج نفسه بها وإعطائه وقت لكي ينظم صفوفه، أو ستكون هي عبارة عن بادرة ربما الصين تريد أن تبرر لنفسها أن تأخذ موقفا سواء بدعم روسيا أو بالقيام بأفعال نافية تريد أن تبرر بأنها قدمت خطة والخطة رفضت. لذلك خطة السلام المقدمة الصينية لا أرى لها أي حظوظ، لأنها لا تستند إلى بنود واضحة وإلى نقاط هامة، بالذات هي لا تلمس لب الموضوع. لب الموضوع وهو أن دولة تعتدي على دولة أخرى ذات سيادة، الدولة الأخرى لم تقم بأي أعمال عسكرية بحق تلك الدولة بحق روسيا. فهنا هذا هو الموضوع. الآن أوكرانيا مستعدة للتفاوض، مستعدة للحياد، مستعدة للكثير مقابل أن تخرج روسيا من أراضيها، في حين هذه النقاط الأساسية الصين لا تتناولها بأي شكل من الأشكال بشكل طبعا واضح ودقيق. بموازاة الحديث عن مبادرة السلام الصينية، في حديث أمريكي يعني سبق أنه في توتر بالعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، واتهام الأخيرة بأنها تخطط لتزويد روسيا بأسلحة وذخيرة. هل هذا يعني التشكيك بشكل مباشر بمبادرة الصين، ويعني بأنه هذه المبادرة فشلت قبل أن تبدأ؟ طبعا أوكرانيا حتى الآن رسميا علقت على المبادرة الصينية بأن كما قال الرئيس الأوكراني، مجرد أن الصين بدأت تأخذ موضوع إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية على محمل جد يراه الرئيس الأوكراني أمرا جيدا، وقال الرئيس الأوكراني أنه سوف ندرس ونرد في هذا الموضوع. ولكن بالطبع المواجهة الكبيرة بين القوتين الأعظمتين، طبعا الآن روسيا لم تعد ضمن نادي الأقوياء ولا نادي الكبار، الآن نحن نتحدث عن الصين وعن الولايات المتحدة. نرى بأنه اليوم طبعا بينهم الملفات كثيرة جدا المتضاربة، أهمها طبعا ملف تايوان ثم الحرب في أوكرانيا. لذلك نعم، واشنطن الآن تشكك في نوايا الصين، وهنالك معلومات وتسريبات غير مثبتة حتى الآن بأن الصين إما تدعم روسيا بالخفاء أو تفكر بذلك، في حين الصين تعي جيدا بأن تجارتها الخارجية 93% منها مرتبطة مع أوروبا وواشنطن، هي تريد الآن، هي الآن أيضا في أزمة. ولكن ما رأيناه يوم الأمس أن الصين تلتزم الحياد في التصويت على قرار احترام الميثاق الدولي، نعتبرها صراحة إشارة سيئة من قبل الصين، وطبعا تعتبر بأنها بادرة غير أمل. طيب في النهاية اليوم، ما هي الشروط التي قد تتوافق عليها جميع الأطراف بشكل خاص روسيا وأوكرانيا والأطراف المنخرطة في هذا الصراع، لكي يعني يتم الوصول إلى حل ما لهذا الحل، إلى التهدئة أمام كل هذا التصعيد الحاصل؟ لو بسطنا الموضوع، حتى الآن من يغزو من؟ روسيا تغزي أوكرانيا. حتى الآن روسيا لا تقول أريد عفوا أوكرانيا لا تقول أريد أراضي من روسيا مثلا، والعالم كله رأى بأنه بسبب مغامرة بوتين الغير محسوبة والغير قانونية زج العالم نحو حرب، اقتراب من حرب نووية.
أزمة اقتصادية في العالم، العالم كان يعاني من إرهاصات مضاعفات طبعا كورونا، أصبح الآن تضخم في اقتصاد العالم. إذا حرب بوتين على أوكرانيا زجت اليوم الدول الكثيرة إلى أزمات اقتصادية وبدأت إلى مجاعة وإلى آخره. أوكرانيا حتى الآن موقفها واضح وأعتقد منطقي. أوكرانيا تقول لا أريد شيء، أريد أن يتوقف المعتدي عن اعتدائه، وبالطبع الآن هنالك يجب أن تكون محكمة للجرائم والتعويضات وغير ذلك من التفاصيل. لا زلنا نرى حتى الآن فارق كبير، روسيا تريد ابتلاع 4 أقاليم من أرض أوكرانيا، أوكرانيا غير مستعدة للتنازل ولا على أي سنتيمتر مربع من أراضيها كما قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي. لذلك الآن لا نرى للأسف أي قواسم مشتركة، وأصبح الآن في العالم كله رؤية بأن بوتين نفسه أصبح عقبة في تحقيق السلام، بالذات أنه في الأروقة الروسية، في الدولة العميقة الروسية، بعد أن رأوا كيف أن العقوبات ألحقت ضرر كبير بالاقتصاد الروسي، أصبح الآن الكل يعلم بأن العقبة الحقيقية ليست روسيا وإنما بوتين نفسه ونظام البوتين. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من كييف الدكتور محمد فرج الله، رئيس تحرير صحيفة أوكرانيا بالعربي، شكرا جزيلا لك.